في منطقة أولاد جمال معتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان. صيحة فزع، صيحة استغاثة للسلطات المعنية بالأمر، من سيد الوالي لسيد المعتمد للبلدية للتجهيز للكل. هنا تتفاقم شكاوى المواطنين ومخاوفهم نظرا للحالة المزرية للطريق الفلاحي بالجهة. مريض البارح نتاعنا يوصل قلت مغادي ويرجع مريض ونهزوه للولاية أخرى. إنسان الفقير ما يلقاش باش يعدي باش يوصل بحياة ولده ولا بحياة بنته ولا بحياة عيلته. يوصل نجي الغلال هنا معايا ويقول لي لا أخوي ما نتعديش، لأنه هذا الطريق هذا ما يعدينيش معبي. طريق قد انهار بعضه وزادت مياه الأمطار والسيول وضعه سوءا، فحالت دون تمكن السكان من التنقل للعلاج أو الدراسة أو العمل. يمنك نجي نخذ له بيه من باش ندخله يقرأ يفوت درس واثنين ويقول شبيه ولدي ما نجحش، ويولي ينحرف في الحاجات أخرى. الفلاحة أقول لهم بتاعنا الفلفل اللي في تونس 7000 و8000 لو شو هزوا في فلاحتنا نحن راهو يخدم 1500 بركة أو بدينار بركة. تدهور وضعية الطرقات بهذه المنطقة أضحى هاجس المتساكنين الذين عبروا عن استيائهم ودعوا السلطات الجهوية لوفاء بوعودها وإيجاد حلول فورية لهذه المنطقة التي انعزلت بسبب الطريق المغلقة عن محيطها الفلاحي والاقتصادي. سيد الرئيس، صيحة فزع، صيحة استغاثة للسلطات المعنية بالأمر، من سيد الوالي لسيد المعتمد للبلدية للتجهيز لكلهم، قول لهم صيحة فزع للمريض البارح نتاعنا يوصل قلت مغادي ويرجع مريض ونهزوه للولاية أخرى. نخسر كنا بنجيب 3000 نخسر 50000 ركوب نقل، فهمت باش معناها إنسان الفقير ما يلقاش باش يعدي باش يوصل بحياة ولده ولا بحياة بنته ولا بحياة عيلته. قول لهم تحاولوا الطريق ترجلون. الفلاحة أقول لهم بتاعنا الفلفل اللي في تونس 7000 و8000 لو شو هزوا في فلاحتنا نحن راهو يخدم 1500 بركة أو بدينار بركة. الطريق هذا ما يعديش خلاص، يوصل نجي الغلال هنا معايا ويقول لي لا أخوي ما نتعديش، لأنه هذا الطريق هذا ما يعدينيش معبي، نغرق ما نجمش نتعدى. باهي، هذا الأول. الثاني، التلامذة متاعنا، عنا تلامذة من السنة أولى ابتدائي لأن سنا باك نمشي تو نجيب لك شهيدهم من الأول ديما الأول ثاني باش هيدهم تشجيع وشكر. يمنك نجي نخذ له بيه من باش ندخله يقرا يفوت درس واثنين ويقول شبيه ولدي ما نجحش، يشد الدار خير ويولي ينحرف في الحاجات اخرى. يقولوا شبيه الكلوشرات كثرت في تونس، هو انحرف من جراء ايش؟ من جراء الطريق هذا ما يتعداش يكمل باش يكمل درس ونهارتها. ولذا قول لهم صيحة فزع، صيحة فزع، على الأقل استغيثونا سيدي في مريضنا وتلامذتنا. يسي ما حشناش سيدي بها الخضرة، استغيثونا قول لهم في تلامذتنا ومريضنا، والكبير من يجيش تعدى، الصغير من يجيش تعدى، التلميذ من يجيش تعدى، المرأة من يجيش تعدى، وهذا كل شيء هاو على عينيك. الطريق هذا مبرمج من 2009 2008 إذا كان مش قبل، لكن ما يراعنا إلا وكل عام كل ميزانية يتم تحويل وجهة الطريق هذا. نعطيك مثال، وأنه حجب العيون فيها حوالي 15 أو 17 مدخل، ما فماش حتى مدخل للمعتمدية ما هوش معبد، ما عدا الطريق الوحيد طريق أولاد جمال اللي هو 6 كيلومترات فقط. كل عام يوعدون وعود 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 حتى أصبحت ما عناش ثقة في حتى مسؤول. حاليا وعدونا وأنه آخر شهر ذا أوت باش يجي المقاول ويبدأ في العمل نتاعو مباشرة العمل أو حتى تجهيزات. ما رينا حتى شيء من رئيس البلدية السابق للسيد المعتمد للسيد الوالي السابق، مجموعة سكنية ما نحبش نقول أقلية، ما نحبش نقول أقلية مسلمة ولا جميل، ما نحبش نقول، لأنه فعلا معاناة. لفما طريق، لفما ماء، لفيها معناها ناقصة ضوء، لفيها شؤون اجتماعية في بعض الحالات المزرية جدا من عجائز، من ناس معوقين، من ياسر حالات اجتماعية، حتى شخص ما يطل عليها وحتى لفتة لا كريمة ولا غير كريمة لهذه المنطقة. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.